غزة وعلى أهمية حقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفوري لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إذ بحثا تطورات الأيام الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى الشريف فضلا عن التطورات المتصلة بقطاع غزة. من جانب آخر تلقى وزير الخارجية اتصالا من نظيره الأيرلندي حيث تشاور الوزيران في تطورات الأزمة وفي الجهود التي يسعى مجلس الأمن للقيام بها تحملا لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. نشرتنا متواصلة مع